أهلا وسهلا مرة جديدة بحلقة مميزة من مطبخنا، مطبخ الشيف أحمد. اليوم وصفتنا اللي هي البوليشة السير، أي دجاج على طريقة الصياد، وصفة فرنسية بامتياز. رح نعملها بالطريقة الفرنسية، ما رح نغير فيها أي شيء. تابعوا معي هيدي الوصفة الجميلة. هلأ عندي مقلاية على النار، رح أوضع فيها زيت زيتون. هلا مثل ما شايفين عندي افخاد الدجاج هون، شلت منهم الجلدي. اوكي، هلا في اعملها بزدوره كمان، رح ارش شويه ملح عليهم بهذا الشكل، شويه فلفل اسود، اللي بدي اعمله هلا مشاهدينا انه بدي لتهم بالطحين. لتهم بالطحين بهذا الشكل. اوكي، هلا مباشرة عندي حمص زيت، بدي احط هيدا الدجاج لحمره على النار. هلا مشاهدينا انا ليش لتيتهم بالطحين؟ اول شيء لما نلت الدجاج بالطحين بيعطيني لون جميل، وثانيا الطحين بساعد على انه الصلصة تتكامش اكثر. هلا رح نقلب هيدا الدجاج، شايفين اخذ عندي لون جميل. هلا مشاهدينا من بعد ما اخذ عندي لون الدجاج بدي انقله على طنجره ثانيه. ليه؟ لانه بدي اعمل القليه بنفس المقلايه. اوكي، هلا بنفس المقلايه لاخذ طعمه ونكهه بحط زبده. اوكي، عندي البصل الاحمر او شالوتس، في استعمل ابيض بس الافضل هيدا البصل. عندي ثوم مفروم كمان، هيكون شوي، شايفين اللون؟ فليفلة ناعمة على نار خفيفة بحركن. هلا عندي فطر بدي اقطعه لأربعة مشان يضلوا شكله حلو. هلا ضيف هذا الفطر، احرقهم بندورة بدي افرمها مربعات صغيرة، حط هذه البندورة فوقهم. عندي بقدونس بفرمه ناعم، حط هذا البقدونس فوقهم، احرقهم شوي. هلا عندي هيدا الدجاج، رح ضيف فوقه مرق دجاج. اوكي، عندي صلصة الطماطم وضعها كمان هيك شوي. هلا مشاهدينا هيدي القلية بدنا نوضعها مباشرة فوق الدجاج. اوكي، بهيدا الشكل. ما تخيلوا قديش ريحة هذا الزعتر طيبة. فيكن تستعملوا زعتر فرنسي، فيكن تستعملوا مشاهدينا الطرخون اللي هو الاستراغون بيقولوله بالفرنسي كمان لهيدي الوصفة. رح استعمل انا اليوم الزعتر البلدي ووضعهم فوقهم بهذا الشكل على نار خفيفة جدا. بدي غطي هيدي الطنجرة وتتركها تنطبخ على نار خفيفة. مشاهدينا الأعزاء، وصفتنا صارت جاهزة اليوم. رح نذوق بس نشوف الملح، ملحة تمام. أنا المرق عندي مملح، في زد لملح حسب الرغبة. بدي أحب أوضح شغلة إنه هيدي الطبخة بتتقدم بكسرول. هلا رح نقدمها اليوم بصحن، وبشكل عام كمان في دخلها على فرن إذا عندي كسرول فخار أو كسرول بيدخل على فرن وأقدمها. هلا اخذت معي 20 دقيقة على حرارة على نار خفيفة جدا. هلا بدنا نقدمها، رح تشوفوها معي. هلا مشاهدينا رح نقدم اللينجويني مع هيدي اللينجويني، بتجي اقرب من السباجيتي بشوي. هلا رح نوضع هيدا الدجاج الشهي بهيدا الشكل، الصلصة على الوجه، شهي جدا.
أخيرا أعشاب طازجة على الوجه، زعتر وبقدونس، وطبقنا بصير جاهز. طبعا رح ندوق هيدي الوصفة مشاهدينا الأعزاء، ولا أشهى من هيك. الدجاج مستوي جدا أعزائي المشاهدين، الصلصة، التوابل، الأعشاب، الفطر، الثوم، كل هيدي المكونات رائعة جدا، بنصحكم تجربوها مشاهدينا، ولا تشوفوني أكثر عم أطبخ من هذا الطبخ اللذيذ. ما تنسوا تعملوا اشتراك بهذه القناة إذا كنتم مش مشتركين. إلى اللقاء، إلى حلقة مقبلة من مطبخنا، مطبخ الشيف أحمد.